خلينا نستقبل تليفون من احد ضيوف بيتنا احلى برضو الكرام اللي كانوا موجودين معانا خلال 2018، دكتور محمود الحسن الاستشاري الاسري والتربوي. اهلا بيك يا دكتور. والله يبارك فيكي، حياكم الله. حياك الله. انتوا الاعزاء المشاهدين، كل عام وحضرتك بألف خير. عام 2018 حصاده اليوم، ربنا يتقبل كل اللي فات ويجعل 2019 اللي جاية إن شاء الله تكون مليئة بالإنجازات والأعمال والفقرات الكويسة والجديدة ومتطورة خلال بيتنا أحلى. ولكن خليني أسألك دكتور محمود، رأيك إيه في 2018 تحديدا، ما يخص حضرتك في الفقرات اللي كنا بنتكلم فيها معاك، بعض الموضوعات شايف في موضوعات بعينها ما زالت مأثرة معاك حتى لو كانت من بداية السنة؟ والله البرنامج بيتنا أحلى من البرامج الرائعة والمتميزة واللي هي عبارة عن 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 دواء لكثير من الجروح عند أهلنا وعند العائلات في بلادنا في هذه الظروف، وأحيانا يعالج المرض وأحيانا يتخذ درهم وقاية خير من قنطار علاج اللي حصل بأوطاننا ولا زال يحصل من بعض الجهات، ربما الطغاة عندما يقوموا بتخريب العائلة التي هي البنية الأساسية في المجتمع. فنحتاج لمن يبني، نحتاج لمن يعطي، صح الإنجاز سيكون أقل، لأنه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه فبالله قل لي متى يكمل البنيان. ولكن الجهود اللي بتقدمها قناتكم أو قناتنا القناة مكملين وبرنامج بيتنا أحلى من الجهود العظيمة الجبارة بكل الضيوف الأعزاء، يعني الآن ضيوفك الرائعين متميزين، دائما نتابعهم بآرائهم بتوجيهاتهم، ونحن حاولنا نساهم معكم بمواضيع كثيرة جدا. المواضيع اللي يعني انا كنت سعيد جدا بمناقشتها هي ما يخص الابناء ومناقشه امور الابناء، لانه الطفل هذا هو البذره الاساسيه اللي هي راح يكون رجل الغد، اللي راح يكون بنات الغد، اللي لما يكون عندنا امل انه الان الى حد ما كان هناك بعض الايدي السوداء التي تخرب في هذا الوطن، فمهما عملنا ربما الانجاز او النتيجه تكون محدوده، فاملنا على هذا الجيل. بالضبط، هم دول عماد الامه، يعني احنا هنبني فيهم ونستثمر فيهم صح، هتبقى النتيجه باذن الله تعالى مرجوه وتبقى النتيجة مثمرة. عايز أسألك دكتور محمود عن رؤيتك وخططك بقى إن شاء الله في 2019، هل مثلا في بعض الموضوعات المعينة اللي حضرتك مخطط إن احنا نتناقش فيها خلال البرنامج، أو في يعني أمور محددة حضرتك حددتها قلت دي نقاط ما ينفعش 2019 تبدأ إلا لما نتكلم فيها أو حتى تكون مطروحة على الساحة؟ هو أكيد مسار كامل كل يكمل بعضه، وبناء الأسرة هو الأساس بهذا الموضوع، لكن هنا كل زميل من الزملاء ونحن أيضا يركز على جزء معين، فالبعض يركز على علاقة الزوجين مع بعضهم، والبعض يحاول أن يناقش، وإن شاء الله هذا حنركز عليه أكثر، هو ما قبل الزواج، أن نبني هذه الخلية، هذه الأسرة اللي هي اللبنة الأساسية للمجتمع، نبنيها بشكل جيد على معايير جيدة، لا ننسى المعايير الدينية الإسلامية التي هي الأساس، ونأخذ معايير الحديثة بكثير من الحذر، لأنه هناك سم داخل الدسم نحاول أن يوصلوها إلينا ليخربوا هذه العائلة، فنحاول أن نركز قبل الزواج، ثم نركز بداية على الأطفال ثم المراهقين، ونتكلم عن الأسرة بكل صراحة. يعني ليس الأسرة عندما يأتي الشاب أو الفتاة ليتزوجوا يبدأ الآن يناقش كيف سأبني أسرة وكيف علاقتي مع الشريك وكيف سبيلاتنا. يعني شايف أن احنا هنكشف الستار عن موضوعات ممكن تكون حضرتك ما تكلمتش فيها قبل كده، ولكن هنتكلم فيها إن شاء الله خلال 2019. أخيرا كلمة توجهها لبيتنا أحلى وفريق عمل البرنامج، سواء كانوا اللي أمام الشاشات أو اللي خلف أمام الكاميرات أو اللي خلف الكاميرات. والله أنا من خلال يعني رؤيتي من هم وراء الكاميرات ومن بالكنترول أستاذة أشجان والفريق اللي موجود، يعني البعض يرى من أمام الشاشة يرى عبارة عن المحاور الضيف والمذيعة الأستاذة تسنيم أو الأستاذة ندى فقط، فيعتقد أنه هذه هي جهود جبارة للأستاذتين الرائعتين، لكن هناك فريق كامل خليط نحل مصورين ومعدين ومخرجين ومنتجين
إدارة كاملة رائعة من مدير قناة، ونحن نازلين يعني يعملون بجهد وبجد وبمصداقية وبدقة وبمبادرة، ودائما يبحثون عن الجديد ليوصلونه، فجهود رائعة. وأنا كنت سعيد جدا وسأبقى سعيد أنه أكون ضيف، وإلى حد ما أصبحت عضو في هذا الفريق. يسعدنا ويشرفنا طبعا يا دكتور. معكم الله يبارك فيكم، إن شاء الله مستمرين لغاية ما نقدم كل شيء جديد وكل شيء مفيد لأسرتنا العربية والإسلامية بإذن الله تعالى. دكتور محمود الحسن استشاري الأسرة والتربوي، بشكر حضرتك جزيل الشكر على مداخلتك معنا، وإن شاء الله يكون لينا سلاسل طويلة بقى خلال 2019.